تسنى لكل مواطن باش يراقب لكن الشيء اللي توعد به دار ولا ما دارش. إذن 54 التزام تيمنا بنوفمبر 54، لأن احنا مهما طال الزمن نبقوا نوفمبريين، احنا أبناء ثورة نوفمبر 54 وسنبقى أوفياء لشهدائنا الأبرار ونبقى أوفياء لمجاهدينا الأخيار. إذن رجعنا الجزائر للسكة نتاعها وبدات تسجل إيجابيات تلو الإيجابيات. وصلنا اليوم الحمد لله إلى دولة محترمة محترمة من الخصم قبل صديق وقبل الأخ، لأن ما هو دليلك يا تبون أنك محترم، أنك دولة محترمة من الخصم قبل الصديق وقبل الأخ؟ ما هو دليلك؟ هل دليل أن فاغنر تضرب في الحدود الجزائرية وباعتراف سفيركم بالجامع أنها قتلت 21 مدني وعلى الحدود الجزائرية بعاد 160 مترا؟ هل هذا الدليل؟ وأن الطغمة اللي في مالي طغمة عسكرية تافهة تتهدد إلى درجة أنه الآن طائرات جزائرية تطير وتحاول تبعدهم إلى آخره وتسقط درون إلى آخره، هل هذا دليل الاحترام؟ هل دليل الاحترام أنك وليت وتشروا في النيجر وتعطوهم في الأموال باش ما يسحبوش السفير وباش بعثوا لكم رئيس الوزراء اللي عمرتوا له الشكارة وبعثتوا معاه مساعدات على أساس أنها مساعدات لدولة النيجر اللي كانت فيها أمطار؟ أبعثوا المساعدات لتمرست، أبعثوها لبرج باجي مختار، أبعثوها لتيمياوين، أبعثوها هناك. وبالمناسبة رأي في أخبار الآن تقول بأن الأيام القادمة الشهر هذا شهر سبتمبر الصحراء أقصى الجنوب الجزائري موريتانيا أجزاء من موريتانيا من مالي من نيجر ستشهد سقوط أمطار كما لم يسبق له مثيل. يعني يقولها من هنا لإخواني، وهذا راهو منشور في بعض المواقع المتخصصة في العالم الغربي. هل دليلكم إذن أن الاحترام هو هذا أنت عن النيجر اللي دفعتوا لهم رشوة باش ما يسحبوش السفير وباش يجيكم رئيس الوزراء؟ هل مجيء رئيس الوزراء تاع النيجر يصبح انتصار واحنا عارفين بالرشوة؟ هل دليل نتاع احترامكم هو أن حفتر اللي هو ميليشيا يرسل مئات من السيارات ومن المقاتل تاعو ويهدد باحتلال غدامس اللي هي المعبر الوحيد مع الجزائر مع الدبداب في الجزائر ويقترب من مناطق البترول والغاز الجزائري، واحنا نعرفوا ان حفتر هدد باحتلال الجزائر، هدد بالدخول الجزائر قبل سنوات؟ هل هذا دليل على الاحترام يا تبون؟ طبعا تبون ليس الا واجهة المافيا العسكرية. هل الاحترام هو أن فرنسا اللي قاعدة طول هذه الفترة تحاول تلعب توازنات أقرب إلى الأطروحة المغربية لكن تلعب توازنات وما لم تعترف بأن الصحراء الغربية مغربية، بينما داك ماكرون عند مجموعة السبعة باش يقول لك رانا رايحين نعترفوا بمغربية الصحراء واعترفوا بها، وانتم بالنسبة لكم الصحراء قضية حياة أو موت، ذبحتونا بها ذبح. هل هذا دليل؟ هل دليل أن قبل ذلك إسبانيا طبعا مع فرنسا سحبت السفير لكن سيعود راكعا صاغرا كما حدث مع إسبانيا؟ هل دليل أن إسبانيا في عهدتك هذه هي مرة أخرى لقضية الصحراء، وإسبانيا مهمة جدا لأنها هي الدولة الاستعمارية السابقة
اعترفت بمغربية الصحراء وتحت الضغوطات إلى آخره ولم تتراجع، وقلت بأن الدولة الإسبانية مش هي اللي اعترفت، وأنه كيجي حكومة جديدة راح تتغير موقفها، وما غيروش الموقف، بالعكس بقي سانشيز وكنتم تبشرون برحيله، ومرة أخرى ذبحتونا بقضية الصحراء، وهاهم الإسبان مالوا للطرح المغربي، مش مالوا وافقوا عليه. بين إسبانيا وفرنسا ألمانيا وافقت على مغربية الصحراء، قبلهما أمريكا وافقت على مغربية الصحراء، وكنتم تقولون وتزعمون أنه عندما تجي إدارة ديمقراطية يغيرون قرار ترامب، وجات الإدارة الديمقراطية وراهي على أبواب أن ترحل ولم يغيروا شيء، أي أن 50 سنة من ذبحنا بقضية الصحراء الغربية تذهب هباء منثورا الآن. طبعا الناس يعرفوا رأيي، أنا ضد موضوع الصحراء الغربية هذا في المطلق، وما كان لها أن تكون لأنها هلكت المنطقة تماما. هذا لا يعني أن الصحراء ما يدوش حقوقهم، يجب أن يأخذوا حقوقهم، لكن الطرح اللي كنتوا تقدموا فيه والطريقة اللي كنتوا تقدموا فيها أدت إلى استمرار القطيعة ما بين شعبين شقيقين، 90 مليون ما بين المغاربة والجزائريين، قريب 100 مليون، وأدت إلى مزيد من التناحر، مزيد من شراء الأموال، من شراء السلاح، راحت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا كله يضعف المنطقة ويضعف البلدين ويضعف المنطقة المغاربية ككل. هل هذا دليل الانتصار؟ أين هو الانتصار؟ البريكس؟ مش الصفعة كانت مزدوجة؟ أين هو دليل الانتصار؟ روسيا الممول الرئيسي في السلاح الآن معها خصومات، وأنا مع الموقف أنه لازم نواجه روسيا لأن هي اللي أرسلت الميليشيات، لكن شكون اللي جاب ميليشيات؟ من أدخلهم إلى مالي؟ من ساعد روسيا على دخول مالي عندما كانت ليس لها أي طريق لدخول مالي؟ شنقريحة قائد الجناح الروسي في الجزائر، أين هو الاحترام؟ أين هو الاحترام؟ هل تعتقد أن الأكاذيب التي ترددها باعتبارنا اقتصاد ثالث في العالم أو حتى في إفريقيا الناس تصدقها؟ الناس تعيش في مآسي، والناس ولات تترحم على فترة بائسة اللي هي فترة بوتفليقة، لكن أنتم أسوأ وأشد بؤسا من فترة بوتفليقة. أين الاحترام؟ ثم يقول لك رانا احنا يعرفوا درنا 54 تعهد وافقنا عليها. خلنا نسمعوا بعض تعهداتك ونشوفوا لو وافقت عليها ولا والو. إن شاء الله هذه من عند الإله ماهيش من عند العبد، الجلفة كاتب ليها إن شاء الله الله عز وجل باش تكون من أكبر العواصم، من أكبر العواصم. إذا قدرني ربي راني نرجع لكم إن شاء الله، نرجع لكم الخير خيرين إن شاء الله. ما زال ضد العصابة، طبعا هذه في 2019 في الوقت اللي كان بنو مسجون ومتهم مع البوشي وزوجته على أبواب أن تسجن، لو كان ما وصلش هو الرئاسة تسجن زوجته ويسجن هو. الجلفة ولات عاصمة وقيل رانا برك احنا مش نشوفه. طبعا وعود كثيرة إن شاء الله في اللقاءات القادمة نزيد نذكرك بها تبون، ونذكر في الحقيقة المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية التي تديرك بأنهم راهم داخلين في الحيط.